أقامت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي حفلاً لتكريم شركاء الدائرة الاستراتيجيين والموردين، وذلك في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي، بحضور ومشاركة الجهات والدوائر الرسمية والشركات والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإسلامية. بداية احنا لابد أن نقدم يعني كل التقدير لهذه الجهات التي شاركت على مستوى سنوات. اليوم نحن أصبحنا في المرحلة تقريبا قبل الأخيرة فيما يتعلق بالوصول إلى البرنامج للأداء الحكومي المتميز، وهذا البرنامج الحقيقة في حد ذاته أعطى كثير من المؤشرات، وخصوصا فيما يتعلق بالمعايير. معيار الشراكة اليوم ما بيننا وما بين هذه المجموعة من الشركاء الحقيقة تقدم لنا نوع من الخدمات كدعم، سواء دعم لوجستي أو كذلك دعم فيما يتعلق بإتقان الخاصة بعمل الدائرة. هذه المؤسسات الآن التي وصلت إلى 40 مؤسسة الحقيقة تنوعت فيها الخدمات. هذه الخدمات جاءت من خلال قد يكون باب من أبواب الخير، قد يكون باب من أبواب التوريد بعض المستلزمات الخاصة، كذلك هذه الجوانب التي يجب دائما نحرص عليها فيما يتعلق بالجمعيات الخيرية، فيما يتعلق بالجمعيات الإنسانية، كذلك فيما يتعلق بمراكز تحفيظ القرآن. كل هذه المؤسسات الحقيقة في مجملها تأتي في مظلة واحدة لتقدم على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج متكامل، وفي نفس الوقت هذا النموذج يمتد إلى خارج نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي هذا التكريم في ظل سعي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتعزيز شراكة الدائرة مع مختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته في سبيل تحقيق المزيد من التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يعزز إنجازات الدائرة ونجاحها والتكاتف لحل التحديات وتبادل الأفكار والخبرات.